صباح الخير أحبة المشاهدين، تحياتي لكم من أوكسجين جيم، معكم كابتن نوار النعيمي، تحياتي للزميلات والزملاء في الاستوديو الصباحي. اليوم راح نشرح على أحد أجهزة الرجل المهمة، جهات الهاك سكوات أو الفي سكوات، إلى مختلف الأسامي، لكن هو جهاز جدا مهم، جهاز جدا قوي. جهاز الهاك سكوات جهاز يعتمد على وضع الرجل تحت الضغط العضلي المباشر، لكن هذا الجهاز هو غير بديل لتمرين السكوات أو الدبني كما يطلقون عليه. أهم شيء هذا الجهاز من أخذ به لازم ألبس كيترات واقيات للركبة، لأن هذا التمرين يحط الركبة تحت ضغط كلش عالي. فقاعدة رقم واحد، ألبس كيترات مع رجل حتى وزع الضغط بالتساوي على الركبة وليس على مكان واحد، لأن هذا التمرين أضمن لك 100% إذا بدون كيتر راح تنصاب ركبتك، راح تنصاب لا محالة. جهاز حلو، جهاز جميل، لكن مثل ما قلنا ما يعوض تمرين السكوات. خلنا نبدأ نشرح لكم عليه. وأنا أول شيء ملابس كيتر لأن وزن خفيف. هذا جهاز الهاك سكوات موجود بكل القاعات عندكم أكيد، في عدة وضعيات. خلينا نبدأ أول شيء. التكنيك جدا سهل، اللي هو فتحة الرجل الوسط، الظهر ملتصق بالجهاز، ثم نزول. أهم شيء من أنزل ركبي مفتوحة للخارج مثل ما تشوفون إلى الخارج، يعني هاي الحركة ركب للداخل ما أريدها، ركب للخارج. ممتاز. أيضا شوفوا رجلي وين صايرة حاليا في بداية الجهاز. أنا دا أشغل العضلات الخلفية، أقدر أرجع للأمام راح تشتغل العضلات الأمامية أكثر، لكن الزاوية تصير شوية أصعب. هسه راح نحكي إجعدها زين. أقدر آخذ غير تكنيكات بهذا الجهاز، أقدر آخذ المقلوب إذا تجيني صهيب منان حتى تصورني أوضح. هذا شوية أصعب لكن يعطيك زاوية أفضل. الرجلين اللي ورا، الصدر ملاصق للمصطبة، ثم نزول. أهم شيء من أنزل يكون ظهري عدل وليس مقوس. هاي الفقرة لازم تركزون بها أكثر وأكثر. هنا راح نشرح على موضوع وضع القدم في هذا التمرين. هذا الشيء كلش مهم، جدا مهم، ركزوا وياي. إذا تجيني هنا صهيب، وضعية الرجل من تكون بهاي الطريقة العريضة راح تشغل دواخل الرجل، دواخل الرجل. من تصير ضيقة بهاي الطريقة راح تشغل خوارج الرجل، هاي المنطقة الوسط الرجل للأمام، شغل الخلفيات أكثر، للخلف شغل الأماميات. مثل ما حكينا على التمرين، تمرين حلو، تمرين قوي، لازم أشركه بنظامي التدريبي. أهم شيء ما يغني عن تمرين السكوات. إن شاء الله نكون ما طولنا عليكم. تحياتي لكم، انتقال لزميلات وزملاء في السعودية. صباح.